منح موزمبيق هدف السبق في الدقيقة 11 بعد تسديدة خادعت الحارس خوني، وأدرك منتخب جنوب أفريقيا التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 31 عن طريق برنارد باركر، وفي الدقيقة 58 ومن تسديدة قوية منحه الموفو كيكانا السبق لمنتخب بلاده. وعاد زميله برنارد باركر ليضيف الهدف الثالث لمنتخب البافانا بافانا في الدقيقة 82.